الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد، نقدم لكم استراتيجية تمثيل الأدوار مع درس الرسول صلى الله عليه وسلم، قدوتي في العفو والتسامح. نبدأ. ما بك يا عمر؟ لقد تفاجأت مع بعض الأولاد، ولكني لم أكن وصل بيننا عادل. خيرا، فعل عادل، فالمسلم يعفو عن من يظلمه ولا يؤذي أخاه المسلم. لا يا بني، فقد عفى نبينا صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة الذين أذوه ولم ينتقم منه. سبحان الله، يؤذنه ويعفو عنهم. علينا يا بني أن نقتدي برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. لقد ذهب عني الرأي يا أبي، وأعدك أن أقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم ولا تجرمني مع بعض الأولاد، مع أحد بعض اليوم. أحسنت يا بني. كان معنا في دور عمر الطالب معاذ، جزاك الله خيرا، وفي دور الوالد الطالب فيصل إحسان، جزاكم الله خيرا.